القصف والصواريخ الكاتيوشا اللي تطلق في بغداد على محيط السفارة على مطارات تمثل رسائل متواصلة للجانب الأمريكي. ليش دخلت أربيل على الخط وتم استهداف؟ لا هم يعتبرون أنه أربيل جزء أيضا من هذا المشروع الأمريكي، وأربيل قريبة من الولايات المتحدة، وهناك تواجد عسكري دبلوماسي قوي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وللقنصليات في أربيل، فلذلك هذه المجموعات مثل داعش، يعني مثل داعش لمن هددت بغداد هددت أربيل بعد. يعني يزعلون عليك هسه؟ ها يزعلون عليك؟ خلي يزعلون، حقائق. ما خافهم يستهدفوك بصواريخ؟ خلي يستهدفون، يا ما استهدفونا ويا ما شفنا قصف كيميائي وقصف صاروخي وإلى آخره، بس حقيقة نفس المنطق. يعني داعش لمن صارت على أبواب سامرة في 2014 كانوا جماعتنا هنا يتصورون أنه داعش ما راح تستهدفنا، قلنا لهم لا، أنا من الناس أنه أول هدف راح يستهدفوك هم داعش، فلذلك حضروا نفسكم وتهيئوا، لأن هاي الأيديولوجية الدينية المتطرفة المعادية لأي فكر تقدمي ديمقراطي علماني أو تقارب بين الإقليم وأمريكا والغرب هم ضدها.